يعني حتى ما يجونا. أبو إبراهيم، كيف تشوف أداء الخمسة أشخاص من خلال ساعة الرياليتي؟ أولا الله يسلمك ويبقيك وأصبح كذلك على الجمهور وكذلك على المتقدمين وكذلك أعضاء اللجنة، تفاعلهم جدا جميل، ونقطة الطبخ على الهواء كانت لفتة مميزة من المتقدم بأنه بدأ بالطبخ، عاشوا وقت الرياليتي على طول. للأمانة بالنسبة للخمسة بيّنوا من أول تقريبا ربع ساعة على الهواء، والله يوفقهم يا رب. أمين وإياك. أبو عبد الله، شو رأيك في الخمسة؟ والله شوف، إحنا المجموعة الثانية دائما يجوعون يعني. أيوة المجموعة الثانية دائما يعني لهم الحظ في الطبخ ما شاء الله تبارك الله، ويبان يعني سبحان الله مع البهارات والألوان اللي نشوفها على الصاج. أيوة تبان الحرفية. لكن أتمنى لهم صراحة التوفيق، أدائهم رائع، ويا رب نتمنى الخمسة كلهم يفوزون بإذن الله. أبو يوسف، دوار السعادة شغال ها؟ شغال عليهم بالعافية، لا يقولون بعد يصدق شيء، يقولون ولد الملة نظلنا ولا شيء. الله ما شاء الله، الله يبارك لهم، يعني زينة يذكروننا بشيء ان شاء الله. ان شاء الله هم ترى يظنون الجمهور ان احنا يعني نقول ما ناكل وما ناكل وما نتعشى معهم على ونطلع من هنا ونروح نتعشى. احنا رايحين ما نحصل شيء. بالضبط هذا تاجر. طيب جاهزين الشباب اذا موجودين؟ ونذكر الاعزائي المشاهدين، شاركونا صناعة القرار معاكم في هاشتاق البرنامج البزنس ثلاثة، وقولوا لنا في رأيكم في المتقدمين اليوم بعد ما عاشوا ساعة إلى ساعة ونصف مع سلطان اسمي، وقدموا ما عندهم وكل ما لديهم من إبداعات في هالليلة. ولازلنا مستمرين إن شاء الله معاكم غدا في لجنة التحكيم وتقييم الأداء وساعات الرياليتي التي تنطلق يوميا من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 2 بعد منتصف الليل برفقة نجوم برنامج سكريبت بموسمه الثاني. حياك الله. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. بالنور والسرور. أخوكم المتسابق ومن أحياء الأسلمية الشمري. حياك الله. من محافظة حفر الباطن. شاعر يا مناحي. الله الله، شاعر ومحب للتاريخ وحافظ نوعا ما ومطلع بشكل عام. عطنا شيء من الشعر. بعطيك قصة وبيات. بحكم ان حنا بطبيعة حياتنا كل منا كان وده انه يكون شاف اب ولا خال ولا جد ولا عم ولا شخصية اعتبارية بشكل يعني، لكن ممكن الظروف والزمان ما سمح له بهذا الامر بسبب انه توفى او انه مثلا يعني توفى قبل لا تولد ولا كذا، فكان تمني النفس انك شاهدته او انك شفته لكن الظروف ما سمحت لك، فما بالك لو جينا الناظر من زاوية أخرى وشخصية أعظم من كل الشخصيات اللي تطرب بالنا الآن، ألا وهي، ولا أعطيكم الأبيات هي تشرح نفسها. يقول حالة تمر ويمكن أنها ضمن قارعة الطريق في كل شخص اللي ينضج فكرة على حسب الأصول، كم في شخصية على الدنيا لها اسم وبريق عاشت وماتت قبل عصرها بوقتي كم حول، وأقول ليتني معايشها مع الوقت العتيق، لو الأماني دائما ما تقبل انصاف الحلول، ولقيت شخص أكثر حزن مني وشد حسرة وضيق، التابعي شاف الصحابة بس ما شاف الرسول. الله تبارك الله. هذه الموقف أو القصة اللي قلتها بعدها قصيدتك أنت كاتبها؟ الله الله كامل. ما شاء الله تبارك الله. مناحي أنا بسألك، سم شو اللي حببك في البرامج الواقعية؟ والله شوف، بالنسبة للبرامج الواقع هي أرض خصبة للنجم، من خلالها يصبح نجم، وهذا حلم كل من عنده حلم في الإعلام، وأنا جيتكم صاحب حلم ونسأل الله التوفيق والتيسير. أنا حقيقة يعني أنا شفتك اليوم أنت جاي من سفر، وكنت المفترض تدخل في المجموعة الأولى ولكن ربما التأخير أخرك، كنت نوعا ما شوي اليوم متنرفز وكنت أبي تدخل من السفر، ولكن بطبيعة المقابلات الشخصية احنا نختبر مدى يعني قوتك وصبرك تحت الهواء وما قبل الظهور على الهواء. حقيقة انا ما شفت رياليتي كثير معك، ولكن دخولك، ادائك، قوة صوتك، حضورك جميل جدا، وهذا اللي شدني فيك. الله يسعدك ويطول عمرك. موفق. ابو ابراهيم تفضل. مناحي، القائك جدا جميل، حضورك اجمل، لكن مدة البرنامج 90 يوم، ايش بتقدم لي غير الشعر في البرنامج؟ شوف، حنا الإنسان لو خلق
فيه موهبة، هو ما هو عايش على الموهبة هذه بس. أكيد حنا بطبيعتنا كلنا أصحاب ثقافة، أصحاب علم، أصحاب معرفة، أصحاب يعني ما كسبناه من طيلة السنوات اللي طافة، فالواحد يحاول أنه يعكس جزء من ثقافته جزء من معرفته للعالم أجمع. جميل جميل، أتمنى لك التوفيق. الله يسعدك أخوي مناحي، ما قصرت. طيب أمانة يتجلى يعني في شخصيتك شخص مثقف، ممكن تجلت في مفردات الأبيات اللي ذكرتها، أتمنى تسخرها دائما في البرنامج بطريقة هذه، ونحتاج أنه دائما السياق التاريخي يجسد في قصيدة من شأنها أنها توصل للمتلقي بشكل أسرع. أشد على يدك في الموضوع هذا. عفوي، ما شاء الله منطلق الله من طبعا. أول ما دخلت علينا على المسرح ما شاء الله تبارك الله، الله يعزك بإيجابية عالية، ما عندي غير كذا، أتمنى لك التوفيق. الله يسعدك طول. ويوسف كم عمرك يا مناحي؟ العمر مجرد رقم. تحت الثلاثين ولا فوق الثلاثين؟ لا 27 سنة. العمر كله آمين ونقول العمر كله يا رب. جميل، مناحي موظف ولا متفرغ؟ متفرغ available متاح. يعني لو تم اختيارك البرنامج ما تيجي لنا بعد شهر تروح حق ابراهيم تكفى انا طفشت انا بروح، مستعد باذن الله تقعد 90 يوم من غير تواصل، ما في اتصالات، ما في خروج، كل اللي يبون يشوفون على الشاشه، اللي يبونك يشوفونك على الشاشه، اللي يبون يشوفونك هم يشوفونك على الشاشه ومبسوطين، بس انت ما قاعد تشوفه. لا انا بدله ممكن جزء من الشعور عن بعد، يعني متلاحقين على بعضنا ان شاء الله، ان الله اعطانا عمر. تمام، طبعا اهنيك يا مناحي على نبرة صوتك الجميلة. بسألك سؤال، هل انت وانا اغني صوتي جميل؟ نبرة صوتك الله يسعدك تغني؟ مالك محاولات؟ الله يجرب خاطرك. زين، نبرة صوتك، سؤالي هل انت اخذت دورات في الالقاء؟ لا والله، بس انا من صغر سني انا كنت اطلع اذاع بشكل مستمر. جميل. حتى انه مرة من المرات على مجموعة المدرسة، على مجموعة المدرسة تقريبا قرابة أكثر من 300 طالب كانوا فيه اختبار الفن للإلقاء، وأنا وقتها كنت بثاني متوسط. أيوة. فكان أحد المدرسين له الفضل بعد الله علي، فأخذت الثاني وأخذت جائزة على هذا الأمر اللي هو فن الإلقاء ومقابلة الجمهور بشكل عام. لأنك تستحق، لأن ما شاء الله عليك صوتك إذاعي، نبرة صوتك مميزة، ارتفاع وانخفاض الصوت ما شاء الله عليك مبدع فيها، أهنيك عليها. الله يعطيك العافية. موفق يا مناحي. مرحبا بك ومسهلا. الله يعطيك العافية. ايضا نسجل التقييم وشاركونا اعزائي المشاهدين عبر وسم هاشتاق البرنامج البزنس 3، وقولوا لنا رايكم في مناحي من حفر الباطن وفاله التوفيق. حياك الله، تفضل. وعليكم السلام. جهار، منطقه الرياض، العمر 25 سنه، احفظ شعر واكتب بعض الاحيان، الصوت لكم عليه شوي، بس الهواية هو الأمر اللي أنا مشي فيه هي التجارة، هاوي التجارة، عملت عليها في الواقع وعملت عليها في التسويق الإلكتروني. وش اللي عندك تسويق إلكتروني؟ عندي براندين اللي خاصة فيني ما شاء الله، واحد منها شغال الآن والثاني إن شاء الله خلال في مجال إيش؟ العطور والمياه. ما شاء الله. شغال بالمياه المعبى طبعا. نعم. إيه ما شاء الله تبارك. الحين بس باقي عندنا كم من اجراء وان شاء الله حيكون الكتروني تطبيق وتوصيل. لا لا لا، المياه بتكون ان شاء الله على مستوى المملكه مستودع توزيع وكذا يعني. إيه؟ يا سلام. وجيت تحديدا للبزنس عشان البرنامج ولا عشان الشهره والانتشار؟ لا لا، الحمد لله انا عندي ما يكفيني ما شاء الله. نعم، و حفل تدشين البراند حقي الاول صار الاول متداول على المملكه ما شاء الله. في يوم انطلاقه كنت حاط هدف 50% والحمد لله حققت فوق الهدف اللي انا ابغاه في يوم تدشينه 57% فوق ما شاء الله. ونطمح للمعرفه الزايده. بالتوفيق يا وياك فارس. ان شاء الله. ابو يوسف تفضل. الله يعافيك طول عمرك. بس جمله عندي ما يكفيني طلعت بالي سؤال، عندك ما يكفيك من الشهره او من النجاح او من الاموال الله يزيدك؟ لا اشوف حتى الاموال الواحد لو قال عندي كبر الجبل ما يكفي، يطمح لازود زين، لكن هو سألني عن جاي أبحث عن شهرة. إيه؟ لا أنا جاي أبحث عن أطور نفسي في التسويق. يعني عندك ما يكفيك من الشهرة؟ الحمد لله. يعني عندك متابعين؟ عندي متابعين خاصين فيه. ناشط في التواصل الاجتماعي؟ إيه ناشط في التواصل الاجتماعي، لكن ما لي أعلن نفسي. لا
زين انا اعرف الاعلان للاهل بحكم احتكاكي كثير بالتجار وكذا، اكبر مشكله للتاجر انه يبعد عن عمله اسبوعين يتنرفز، انت كيف بتبعد عن اعمالك ترى بشهور؟ والله شوف انا اطلقت البراند الاول تقريبا الان له 8 شهور من يوم انطلاقه وانا مسلمها اخوي وفريق عمل. اوكي. لاني انا بس على راس الهرم. يعني ما تجينا بعدين تقول اعمالي تعطل، لا شغلي وقف. انا لو ما لو ماني متفرغ ايه ما جيتك لهذا المكان، اخلي حلالي واخلي اموالي برا واجيك. جميل. لكن نطمع ان شاء الله للافضل وان شاء الله ما جينا هنا الا ان شاء الله نثبت وجودنا. طيب انت تكتب قصيد؟ نعم. يمكنكم سمعتوني ولا ما سمعنا شيء؟ سمع برا. لا نبي نسمع الحين، خليك باللي. طيب بعطيكم واحده نصيحه قد اعطيتها الشباب بعطيكم اياها ثاني مره. تفضل. يقول تبغى تعيش بخير وتريح الراس، لا تخلي اكثر الناس همك، خلك عديم احساس قدام الاجناس، ولا احد يهمك غير والدك وامك والصاحب المطروف مكسب ونماس، واخيك من شاركك همك وغمك يفزع معك، لا صار في البال وسواس، ولا حد تكسود الليالي يلمك، واحذر من الغدر يا طيب الساس، اللي لياجات المواقف يسمك، الناس يا ابن الناس تفرق عن الناس، ترى الردي يم النجاسة يخمك، ترى الردي خوته ما ترفع الراس، بحذرك خوته حذرا تعمك، الناس فيها انواع واشكال واجناس، ولا انت خاو كل طيب يهمك، افهم كلامي ولا تفكر تحتاس، افهم مرادي وخل ابيات يمك، قلتها قبل لا يضرب براسك الفاس، وان كان طاح الفاس بيثور دمك. سلامتكم. صح الله لسانك. هذه لك؟ لا انا حافظها، هذه انا مجربها في حياتي. صح الله لسان الشاعر. استاهل. صح من قالها. خلص ابو يوسف؟ اي خلص. ابو ابراهيم تفضل. اللي من أبياتي يقول سلام يا رؤوس الرجال المناعير، عبر القناة اللي تفاخر بها الناس، في شانكم ما حن حسب المشاوير، ومقابلتكم عندنا ترفع الرأس. سلام صح بدأ. الله يسلمك. حضور وإلقاء جميل جدا. أنا ما أشوف أي ملاحظة للأمانة بالنسبة لي. تسلم. فالك التوفيق، واقول لك مو من ضمن الستين بحول الله، ان شاء الله من ضمن الـ24 باذن الله. موفق يا رب ان شاء الله. احنا ما جينا لنثبت وجودنا، وهدفنا كفانا فلاح بن فراج والبطل عيفان، كفونا في المراكز الاولى، لكن احنا اذا جينا لنا نظره ثانيه. موفق يا رب. الله وياكم ان شاء الله. ابو عبد الله تفضل. طيب نبره التحدي دائما تشدني عند الشخص، واللي شدني اكثر يعني لما سئلت عن تجارتك جاوبت بأرقام محددة. نعم. كان طموحك قلت 50 وحققت 57. وهذا يعطيني إيحاء على الأقل إنه إنسان ملم بموضوع التجارة، موضوع التسويق، وأتوقع إنه البرنامج بيخدم مسارك، وأتمنى أنت كذلك تكون إضافة للبرنامج. أنا كنت البراند حقي كان راعي في قناة الواقع. ما شاء الله. هي برنامج روشن اللي هي جوائز الجمهور. ما شاء الله. في رمضان اللي فات. والله اني اطمح لازود اني اقدمها لقناة الواقع، وان شاء الله ما هو باول براند ان شاء الله، وسوى ان شاء الله بيننا عمل ان شاء الله مع قناة الواقع، اما راعي رسمي ولا ما هو على هدف المسابقة يعني. ان شاء الله عقب المسابقة جاء قبول وما جاء قبول يعني مقبولة كلها. يعني انت تقريبا كأنه في قرارة نفسك تقول انا نجحت تجاريا، باقي انجح شخصيا وظهور اعلامي شخصي. صل على النبي. انا ان شاء الله ناجح باذن الله. انا ان شاء الله ناجح، لان الواحد اللي تبغى تقيس نجاحك شوفه عندك كبر السن. اذا انت صح انك ناجح بتشوف كبار السن يثنون عليك، واذا جيت قدروك باي حاجة تبيها تاخذها. فانا شفت هذا على ارض الواقع، فأي منطقة أروح لها نحمد الله ونشكر. ما شاء الله. عموما تجارب الحياة يعني متجلية فيك. نعم. رغم صغر سنك يعني 25 سنة، لكن لكن تجارب الحياة أتوقع الأيام تعرف. أنا أشهد. الله يعطيك العافية وفالك التوفيق يا رب. فارس، أنت قلت في بداية المقدمة لك بالصوت شوي. الصوت أعطيكم خالد عبد الرحمن اللي ودك. في غربتي تغرب النور عن عيني، وش حاجتي في نور عين غاب غاليها، أمر السفر ينظر عيني قضى فيني، نفسي على ما تعاف أمر الله حاديها، يمك حبيبي عظيم الشوق يدعيني، يشرب عروقك ما تسرى الدمى فيها. سلامتك. صوتك العافية. جك من شوي.
انا انا قلت لا ابي الحس الكوميدي يظهر فيه. هو هذا اللي ظهر, هذا اللي انا هذا الاهم. اي والله انا كنت ابي ابتسامته وضحكته. موفق يا فارس, بالك التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله الله يعطيك العافيه. نسجل التقييم وايضا شاركونا اعزائي المشاهدين عبر هاشتاق البرنامج وقولوا لنا رايكم في فارس. حياك الله, تفضل. مرحبا, السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير. صباح النور. السلام ورحمة الله وبركاته. فالبداية والنهاية جيت أشارك وأشكر إبراهيم وأفضل قناته, فالدعم والموهبة فينا تبارك. كل مبدع لو يقدم معطياته فالها الأول وعلى المركز يبارك. معكم أخوكم سطام العوفي, صانع محتوى من القصيم, عمري 25 سنة, أطمح أني أكون إعلامي ومؤثر بنفس الوقت. حياك الله سطام. كم عمرك؟ مرحبا. 25. العمر كله يا سطام. صانع محتوى, شنو المحتوى اللي يقدمه سطام؟ والله رياليتي وكشتات وطبخ, يعني بسيط جدا على اريحيتي. صانع المحتوى هذه ما طلعت الا يعني في الايام الاخيره او السنوات الماضيه, وطلعت خصيصا يعني مثلا في السوشيال ميديا. هل انت ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ناشط في السوشيال ميديا. نعم. ومحتواك وش؟ محتوى افتح بثوث واسولف بكل بساطه. يا سلام. والان تبي اطمح, والله اطمح للاعلام. تدخل البرنامج تقدم اللي عندك باذن الله. ما انت شاعر ولا منشد ولا ممثل؟ لا والله صانع محتوى, لكن ان شاء الله في كل مكان تلقوني باذن الله. طيب عادي تبعد عن الجوال؟ اي عادي. عادي تبعد عن القصيم؟ عادي, ما خطيت الخطوه الا انا قدها ان شاء الله. ما تهرب؟ لا ان شاء الله. اكيد. لا ان شاء الله بنضبط. كلهم يقولون كذا في البداية. لا إن شاء الله, ما عليك, مع الأيام مع الأيام إن شاء الله. فألك التوفيق. وإبراهيم تفضل. اللهم آمين. صانع محتوى. إي نعم. طيب البرنامج مدته 90 يوم لو دخلت بإذن الله وتوفقت وكتب لك الله, لازم يكون فيه يعني أوقات الرياليتي عالية جدا, لازم يكون فيه مشاركات, لازم صح. لابد يكون فيه مواقف تتكلم عنها أثرت فيك. صح. فودي بموقف من ضمن المواقف هذه. انا يمكن الشيء اللي ما تعرفونه, انا فاقد امي وابوي الله يرحمهم ويغفر لهم. الله يرحمهم ويغفر لهم. عشت من صغري فاقدهم والله يرحمهم ويغفر لهم, فهذا الموقف اللي اثر فيني صراحه بحياتي, يعني هو اللي اثر فيني. الله يغفر لهم يا رب يتجاوزها. الله يجزاك خير. طيب يعطيك العافيه. الله يعافيك. ابو عبد الله هيثم تفضل. خلاص. لا خليك. باقي. طيب انا يعني ما عندي ممكن سؤال محدد, لكن كلمه صانع محتوى هي كلمه كبيره صراحه, ونصيحه مني كاخ سم. ابعد عن هذه الكلمه اذا ما كانت مدروسه. اي نعم ان شاء الله انها مدروسه, انا ما قلتها الا مدروسه. وانا ناشط في السوشيال ميديا. كفو. لكن البثوث او يعني التصدر للناس بالبثوث ما يعتبر محتوى الا اذا كنت تقدم محتوى معين. نتكلم عن تحديد يعني منشد, ممثل, عندك رسائل, مراسل رياضي, تحت صانع محتوى يجي ألف بند. انت فين من هذه؟ حدد لنفسك المسار. هذا اللي انا بس اتمناه. لكن عفويتك جميله صراحه. الله يطول بعمرك. شخصيتك دخلتك علينا ما شاء الله تبارك الله, يعني تبهج. الله يطول بعمرك. الله يرضى عليك واتمنى لك التوفيق. الله يطول بعمرك. ابو يوسف سم. يعطيك العافيه. انت اليوم كنت مساعد الطباخ ما شاء الله. الله يعافيك. انا ما ادري كنت الشيف ولا مساعد الشيف. انا سلطان قال انك مساعد الشيف. اي نعم. تمام, يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. انت الابيات اللي لما دخلت قلتها هي من ابياتك؟ من شاعر؟ لا شاعرها والله. شاعرها من شاعرها؟ لا ماني بشاعر. ما انت بشاعر؟ ماني بشاعر. هذا السؤال اللي بغيت اسالك اياه, بس ما عندي ملاحظات, بس بغيت اتاكد موضوع الشعر. الله يطول بعمرك. الله موفق يا سلطان. يعطيك العافيه. الله يسهل امرك. والتقييم وايضا مشاهدينا شاركونا القرار لسطام العوفي وفاله التوفيق. اللي بعده تفضل. السلام. الله يبقيك. ارفع الصوت شوي بس. معكم اخوكم عبيد الله بن ناصر العقاد. نعم. شاعر
كم عمرك يا أبو ناصر؟ في مشكلة في المايك عندك، عدل المايك وتعال بناخذ اللي بعدك. ناخذ اللي بعده مباشرة بس. اي خلاص رتب المايك تفضل. السلام عليكم. السلام. معكم اخوكم عبد الرحمن عايض العسيري. نعم. جاي اقدم ريالتي عندي عالي فرط حركة. اضبط الكرك دام الشتاء جاي، الكرك والقهوة والشاهي واطبخ. هذا اللي انا جاي اقدم عليه. ما شاء الله عبد الرحمن. وعيش واقعيتي. تشوف البرامج الواقعية يا عبد الرحمن؟ اتابعت السكريبت اللي راح. واتابع. ايش رايك في فقرة النقد اللي ينقدون بالليل؟ اللي ما في، ما عندهم جبر الخواطر. ما عندهم ايش؟ ما عندهم جبر الخواطر. طيب اذا انت شاركت، اعظم شيء ترى جبر الخواطر. طيب اذا شاركت في البرنامج تبيهم يجبرون بخاطرك ولا تبيهم ينتقدونك ولا اللي يبغون؟ انا ترى الرجال ما ينكسر خاطري، انا عادي. انا بس اللي ينكسر خاطره ولا ترى مصيبة. يعني انت تشوف أداهم شوي ثقيل يعني. والله هذا شغلهم عاد، لازم انهم يسوون كذا. فقرتهم اسمها النقد، ينتقدونك بزين ولا شيء. الله يعطيك العافيه ابو ابراهيم، تفضل. الله يعافيك. الله يبقيك. اشوف تفاعلك، ذكرني باسمك معليش. عبد الرحمن. عبد الرحمن، تفاعلك كان جدا جميل مع زملائك قبل شوي، و ووقت ما تطبخ كانت جدا جميله، منزل الشماغ مره على واقعيتك. لكن اذكر لي موقف طرفه مرت عليك عشان اقتنع. هذا الموقف صار لي وانا في الثانوي، طلعت بسياره خالي ابي اجيب تميس فطور، واروح والغلط علي انا، و اعكس عكس بسيط ما هو ب... واصدم لي اربعه باكستانيه ما شاء الله تبارك الله متعافين. اي والله يوم انزلوا كلهم انا متعافي، يوم انزلوا كلهم وانا اعطيها حاله الاغماء على انها مغمي علي. اي والله على ان دقوا على الاسعاف ما فيني حيل، انا ما ابغاهم يضربوني انا الخطا ما هو. هذه القصه اللي الكثره تغلب الشجاعه. الكثره والجسم، لو هو واحد منهم قتلني. جميل. تصرف ذكي منك اكيد، دائما الكثره تغلب الشجاعه. شكرا لك اخوي. الله يعافيك. يعطيك العافيه. الله يعافيك ويسعدك. حلوه الحركه، عجبتني بنفذها انا بسويها. لا زينه ترى. عشان ما نطق بسويها. عشان ما تروح المستشفى وانت تعبان صح؟ ويوسف وانت متعافي. اخوي عبد الرحمن، قدمت كتبت الموهبة الرياليتي صح؟ صحيح. طيب الرياليتي هو عيش الواقع خلينا نقول. صحيح. بطبيعته. صحيح. بس لازم في شيء لصناعة الرياليتي، يعني تجي تقول أنا أمثل كوميدي، أشعر، أغني، هذا القصد يعني الرياليتي بشكل عادي. أوكي أنت ما شاء الله كنت أنت شيف اليوم الطبخة، وقلت أنا متميز بصناعة الشاي والقهوة، هذا كله جميل، هذا جزء من الرياليتي. أنا أبغى شيء آخر مميز في عبد الرحمن. إن شاء الله كل شيء فيني مميز إن شاء الله. أنت فيك شيء أنت ما قاعد تقوله، أبغى أعطيك المعلومة. أنت فيك حس الكوميدي عالي، الحس الكوميدي عندك عالي. باقي ما باقي ما طلع لي أنا باقي. ما شاء الله أنت شوف الحين اللجنة كلهم ميتين ضحك. الله يجعلها دوما. والله بسمتهم زينة. هذا معناته أنا بعطيك معلومة، أنت لديك الحس الكوميدي عالي وهنيك عليه. الله يجعلني. ركز عليه، سواء تم اختيارك أو ما تم اختيارك ركز عليه، صدقني راح تكون نجم في الكوميديا. خذها مني بإذن الله. الله يحفظك. شكرا. يعطيك العافية أبو عبد الله. طيب أتوقع يعني تكمل لما بدأ أستاذ أحمد، يعني ممكن أنت تمتلك الموهبة بدون تكلف، يعني موضوع الكوميديا هي سجية الله أعطاك، وسبحان الله الله وضع فيك القبول كذلك. الله يرضى عليك. فأسعدتنا يعني، فالله يسعدك زي ما أسعدتنا. الله يجعلها دوم يا بعد عيني. الله يرضى عليك. الله. طيب سؤال كذا بسيط يعني. لك في البيزنس، لك في التجارة؟ أخاوي التجار، مخاوي. رفيقي اللي قبل شوية تاجر توي تعرفت عليه فبأصير خوية. بس طلبته قال تم، هو إن شاء الله أنا ما طلع.
ان شاء الله انه يحتريني. بس مالك يعني مالك ابدا قبل كذا اي تجارب في التجاره؟ والله لي تجاره وخسرت فيها كلها وبطلتها. طيب اي والله اني صادق على طاري التجاره. ايه خشيت لي مشروع بسيط ما هو مكلف. ممكن نعرفه عادي اذا ما في العسل. ها احنا في الجنوب عندنا عسل. طيب فجبته هنا وما مشى فانكب كله وقمت انا اكل كل شوي اكل لين خلص من عندي انا اللي خلصته ولا عاد مشيت في التجاره. والله صدق هذا على طاري التجاره. شريت حلالك يعني؟ اي كليته والله. الله يفتح عليك يا رب. الله أمين. الله يسمع منك. أمين موفق. الله يدعم الدعاء. الله يعطيك العافية. سعدكم الله. التقييم يا شباب. أيضا شاركونا أعزائي المشاهدين لرأيكم في عبد الرحمن بعد ما استغفر الله العظيم. يلا موفق يا عبد الرحمن. تفضل تفضل. أحيانا حلو ترى الشخص اللي يعني ينكت بس هو مو عارف انه ينكت. انا ونضحك احنا ما شاء الله تبارك الله عفويته حلوه. تفضل. جزاكم الله الخير جميعا. نور السرور. حياكم الله. معكم اخوكم عبيضه بن ناصر العرجاني. ونعم ما عليكم زود طال عمركم. على قولتهم شاعر واحب القصص والسوالف على قولتهم. عندنا عند الربع اللي يسبقوني كل علم طيب باذن رب العالمين. باذن الله. ابو ناصر لبي. لبيت حاج. ليش جيت البرنامج الواقعي؟ هذا سؤال محرج شوي. سؤال محرج؟ ايه شوي. ليه محرج؟ والله شوف اللهم صل على محمد. على قولتهم في القناة على قولتهم تزود الرجال ما هي بتنقصه ومعرفة حمران العيون معرفة الرجال اللي مثلكم وشرواكم. وعلى قولتهم جينا هنا نظهر اللي عندنا إذا الله كتب. وعلى قولتهم يا ربنا نستغني مع اللي استغنوا من المشاهير. يعني قصدك انت يوم قلت محرج يعني ما تبي تقول اني ابي اصير مشهور؟ لبيك. يعني يوم انت قلت لا ما ابي اقول مشهور يعني. لا بالعكس بالعكس لا قناه الواقع واي ما ابي اقول لك ان قصدي مادي اكثر. ها ما ابي اقول لك ان قصدي لا مادي. لا بالعكس في ناس تجي تقول والله انا مديون انا يعني ابي والله مثلا مبلغ ابي عرفت وابي انافس ما في مشكله يعني في صدق. الاول والاخير منافسه صدق. خاصه ان البرنامج اسمه البزنس يعني كله فلوس اساسا. بس انا ما نعرف ندير الاعمال. ابو عايض نطحني عند الباب قبل شوي قال انت تاجر؟ يقول حميدي ايه؟ وجهك بين معك فلوس. قلت والله ما معي دراهم. قال هاجل ما تلزمني بروح ادور لي واحد تاجر اتعرف عليه. كل اللي جايين هنا جايين بزنس على اسم البرنامج يعني. بس ابو عايض ما هو جاي يدور بزنس يدور اللي معه دراهم. الله يعطيك العافيه. تفضل ابو ابراهيم. اخوي سطام. عويض ابو ناصر. عويض ملخبط الاسامي الترتيب جاي ملخبط عندي شوي. حياك الله اخوي عويض. الله يحييك. شاعر وراوي كذلك. الله الله. طيب تسمعنا قصه مدتها دقيقه. لبيك. تسمعنا قصه من القصص اللي عندك. والله هالقصص وايد تديت روحك. طيب شعر بس اهلا عليك. الشعر عطنا قصيده. شاعر ولا راوي؟ والله شعر. كلها على قولتهم القصيده نحافظه شيء لنا وشيء لك شيء تكتب. الله الله. عطني من اللي كتبت. يقول قبل أمس وأنا جالس أحضر بيوت فرت بي الأيام ما أكثر غثاها وناديت فيها يا عرب ما أسمع الصوت ولديت في عيني ابتذرف ماها عايش ولكني ملحف بتابوت ما عاد ندري أيامنا وش وراها ولا أنت يا درة والماسة هو يا قوت يا فكرة الشاعر ليا من بغاها كتبت لك قافي وأنا صارع الموت وبينت لك خافيها وما وراها ولا نرتفع ستر العفيفات بالصوت في نين الهقوة ومن هو هقاها وسلمت. الله يسلمك صح لسانك صح ابدنا. طيب الشعار ما شاء الله واجد اليوم انا ما اعتقد 6 أو 5 كلهم شعراء وكل تميز في القائه وفي حضوره كذلك. ايش بتقدم لي غير الشعر خلال البريك؟ ايش بتقدم لي غير الشعر؟ يعني عندك اوقات رياليتي عاليه مره يعني 7 ساعات تصل ممكن 8 ساعات. ايش بتقدم؟ والله فيه القصص وعلى قولتهم انا عود من اصل حزمه اللي معي يكملون الناقص. اكيد اللي معك يكملون لكن في كل واحد ما وده يقول نفسي ونفسي ما جينا هنا لا كلنا نخدم البعض. اكيد صحيح لكن في خلال ساعات الرياليتي ما راح اقدم الا شعر فقط؟ لا ابشر بالقصص وابشر بالرياليتي وابشر. تعطيني قصه؟ لبيك. تعطيني قصه؟ لانها انا مقتنع للامانه بس باقي شوي. والله القصص هذه ما ادري شخصيا ايش اقول.
لبيك. في قصص حاضرة الحين عندك ولا لا؟ لا والله. قضية التحضير مهمة جدا لجميع ما تقدم عليه، مثلا أنا راوي أو مهتم في الجانب الشعري أو الموروث الشعري، لابد أكون محضر قبل لا أجي أقابل اللجنة، لأن للأمانة اللي شفتهم كلهم مثلك وشرواك مبدعين، لكن ينقص التحضير، ما في تحضير، ممكن يحضر قبل لا يدخل. وهذه أنا كنت محضر مشكلة، وأنا ثاني واحد كان بيدخل، قعدت أقبل على الباب وأرجع، أقبل على الباب وأرجع، أقبل على الباب وأرجع، ضاعت العلوم كلها. حضورك جيد ومميز، تمنياتي لك بالتوفيق. الله يسعدك. يعطيك العافية أبو يوسف. يعطيك العافية. أنا كنت بقولها وأنت جاوبتها، أنت قاعد تدخل على الباب وترجع، تدخل على الباب وترجع. لماذا؟ ما أنت ما كنت كذا على الرياليتي، أوكي؟ أنا شفتك في الرياليتي، أنت الآن شخص مرتبك، ليش؟ لبيك؟ أنت الآن مرتبك، كأنك مو واثق، كأنك مو إمكانياتك مو قادر تبرزها. يعني إحنا سوينا موضوع الرياليتي، لو إنك داخل على طول من البوابة على اللجنة ممكن، فإحنا عشان كذا كانت فكرة إن نعيشكم الرياليتي لمدة ساعة عشان تدخل الجو، وأنت كنت داخل الجو على الرياليتي، جيت هنا ارتبكت. ماذا حدث لأبو ناصر؟ والله على قولتهم أنتوا قدكم لجنة وتقيمون وجعل فانا وفال الرجال يسبقوني. طيب فالارتباك لابد منه، أول مرة تقابل كاميرات. أول مرة تقابل كاميرات. الله الله طلع. يعطيك العافية أبو عبد الله. أبدا، لكن ممكن تجلى أكثر شيء يعني في شخصيتك، دائما يعني أتوقع تجسد الحالة النفسية أو الحالة اللي أنت قاعد تمر فيها في أبياتك، وهذا اللي يعني خلينا أقول إن استشفيته من القصيدة اللي أنت ألقيتها. يعني إن كان في من كلمة، أول شيء أتمنى لك التوفيق قبل كل حاجة. عيش بتفاؤل، ولولا إيماننا بالله وأملنا بالله ترى الواحد كان. فبس هذا اللي حبيت أقوله لك، أتمنى لك التوفيق، عيش بواقعيتك سواء كنت في أمام لجنة أو أمام كاميرات. جعل ربي يطول. الله يرضى عليك. يعطيك العافية وفالك التوفيق. وياك الله يطول. عند الشباب عند سلطان إن شاء الله تسمعون الدرجات. أبي أروح لسلطان اسمي إذا يسمعني الشباب هناك في الجلسة، بعد ما انتهينا من 5 متقدمين لبرنامج البزنس، 3 قدموا ما عندهم خلال ساعة الرياليتي.